تنطلق الأشغال القاعدية لبناء وتطوير الموانئ وتهيئة المرافق من مختبر الدراسات البحرية. ففي جولة قادتنا إلى هذه المؤسسة العمومية، وقفنا على هياكلها التقنية وحاولنا التعرف على نشاطاتها المختلفة. مؤسستنا مختصة في كل ما يخص دراسة البحرية والمينائية. فيما يخص الهيكلة، هي مهيكلة عبر عدة مديريات ودوائر. نذكر على بسبيل المثال عندنا المديرية العامة، مديرية التقنيات الاتصال، مديرية التجارية والماركتينج تسويق، وعندنا عدة دوائر، منها نقدر نشير إلى دائرة التهيئة المينائية، سي لو ديبارتمون داميناجمون بورتوير، دائرة الاستطلاعات في الميدان، دائرة التجارب على مجسمات فيزيائية مصغرة، دائرة متابعة الأشغال. لمختبر الدراسات البحرية أقطاب عديدة، ولكل قطب خصائصه الوظيفية، حيث يقوم في بداية العملية بالاستطلاع في الموقع استناداً لوسائل تكنولوجية مبتكرة. وهنا بالضبط راكم في فرع استطلاعات بالميدان، استطلاعات في الميدان. استطلاعات في الميدان هو مجهز بأحدث تقنيات للاستطلاعات في الميدان. وانا اون بو سيتي ا تيتر ديكزامبل، عندنا نبداو هو مجهز بالجي بي اس. الجي بي اس هو نستعملوه في المسح الطوبوغرافي كما هو مستعمل في جميع تقنيات الاستطلاعات. لوفي باتيمتريك هو اخذ عمق البحار، وهذا نستعملوه في اخذ عمق الموانئ، وهذا يستعمل في لونتروتيان دي بار لونتروتيان اي لا سيكوريتي دو نافيغاسيون. لتنتهي بنماذج مصغره تحاكي ميناء مجهز تسلم للمكلفين بالاعمال. اذا الهدف الرئيسي لهذا المركز هو القيام بتجارب على النماذج على المنشآت البحرية مثل الموانئ وحماية السواحل من العوامل الطبيعية. المركز يتكون من عدة مساحات مخصصة للمحاكاة على النماذج المصغرة، وأيضا الأجهزة والمعدات اللازمة لتحقيق المحاكاة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. وراء هذه المنشآت البحرية القاعدية دراسات معمقة وبحوث مكثفة يشرف عليها مختبر الدراسات البحرية، والذي يعتبر رائدا في مجال أشغال التشييد والتهيئة في الأوساط البحرية.